دكتور أمين توفيق، رئيس المجلس الجهوي الجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية. بغيت نتكلم لينا على هذا الدور ديال هذه الهيئة ديال أطباء الأسنان الوطنية. الهيئة أطباء الأسنان الوطنية كجميع الهيئات المهنية، كاين هيئات ديال الطب العام، هيئة المهندسين ولا هيئة الموثقين، الدور ديالهم هو الحفاظ على المهنة، وهما اللي كيعطيو الرخص ديال المزاولة، وهذا هو الدور ديالهم. بالنسبة لنا حنا كهيئة أطباء الأسنان المجلس الجهوي، حنا اللي كنتكلفو برخص ديال المزاولة، أي طبيب أسنان في القطاع الخاص بيمارس المهنة ديالو، وحنا اللي كنعطيو الرخصة ديالو، وحنا اللي كنحافظو على السير العادي، أخلاقية المهنة. إلا شي طبيب تجاوز اختصاصات ديالو أو كان مشكل مهني، حنا اللي كنحلو هاد المشاكل. يعني كاين المتطفلين كيتطفلوا على المهنه وكيتسببوا في اضرار جسيمه للمواطنين بما فيها اخطاء طبيه، تكلم لينا على هذه النقطه. حنا كمجلس جهوي الجنوب كتجينا مجموعه ديال الشكاوى من عند المواطنين المغاربه، وهاد الشكاوى كينقسموا لقسمين. هناك بعض المواطنين اللي كيشكيو باطباء الاسنان، هذا النوع ديال الشكاوى عندها مسطره ديالها قوه القانون، لان القانون منظم للهيئة 0507 كاين واحد الفصل فيه خاص بالتأديب، المجلس التأديبي. فملي كتجينا الشكوى كنديرو المسطرة ديال المجلس التأديبي، هذا ما كيعنيش بأن طبيب الأسنان ارتكب مخالفة مهنية، ولكن كدوز من هاد المسطرة، ممكن إلا كانت عنده مخالفة مهنية كياخد القرار ديالو، ولا ما كانتش مخالفة مهنية فكيخرج برا. بالنسبة للمواطنين اللي كيشكيو بأشخاص غير أطباء الأسنان، في هذه الحالة حنا كان المشتكي كنعلموه كنقولوا له هذا السيد راه ما عندناش في لاباز الدوني ديالنا، راه ما كاينش في البيانات، راه ماشي طبيب أسنان، ونقدروا نعطيوه وثيقة بأن كنشهدوا ليه بأن هذا السيد راه ماشي طبيب أسنان، ولكن أنت بغيتي الضرر يعني الحق ديالك ممكن تلتجأ للمحكمة وتثبت الضرر ديالك، ولا التجأتي للمحكمة حنا ممكن ندخلو معاك كطرف مهني، لأن القانون كيسمح لنا أننا ندخلو كطرف مدني في القضايا اللي كيرفعوها المواطنين ضد متحلي صفة طبيب أسنان. ويعني كاينين شكايات، مجموعة من الشكايات وردت عليكم، ما فيها شكاية ديال واحد المواطنة كنحاولت الانتحار؟ ماشي غير هاد المواطنة، مجموعة ديال الشكايات. قبل ما ندوي على هاد المواطنة، احنا دخلنا مع مجموعة ديال المواطنين في كطرف مدني، عندنا تقريبا كاين بعض القضايا اللي ربحناها، وربحها المتضرر تعطات حكم ديال 3 شهور موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية اللي كتوصل بين 30000 درهم 3000 درهم 30000 درهم 15000 درهم حسب القضية. تقريبا في هاد سنتين ربحنا شي المواطنين ربحوا شي 4 ديال القضايا، وكاين بعض القضايا اللي المواطن كيبدا لا بروسيدور ديالو ولكن ما كيكملهاش، فحنا ملي ما كيكملهاش حنا ما عندناش، ما يمكنش نمشيو معاه بعيد. وكاين بعض المواطنين اللي التجؤوا لنا، وهي الحاله اللي ذكرتي ديال اكادير، انها صابت عند بين قوسين صانعه اسنان وتخلات عليها ودارت ليها يعني برضت ليها اسنانها كاملين وخلاتها هكاك، والسيده وصلت للانتحار، انها دارت طونطاتيف ديال السويسيد. فمنين جانا حنا جانا الامر وعلمنا بالامر، تواصلنا مع الاطباء الاسنان في جهه اكادير، وتم الاخذ السيده وتم معالجتها، والحمد لله الامور دات في امان الله. ولكن السيده ما مشاتش مع السيده للمحكمه، وحنا كننتظروا الاجراءات اللي غدير المتضرره. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.